أساس القوة هي خدمة الوطن بإخلاص وتفاني. إن من أهم نقاط قوتنا أن نحافظ على صحة وسلامة أجيالنا من الأمراض. Education, education, education for all our children is a pillar of strength. قوتنا تكمن في تشجيع شبابنا نحو الانطلاق بأعمالهم إلى الريادة العالمية. The art offers a sense of power that makes our life wonderful. أملنا وأماننا هو المعنى الحقيقي للقوة. أنا أشجع كل شخص أن يتبنى أفضل ممارسات توفير الطاقة واستدامة المباني، فهي بتكون مصدر قوتنا في المستقبل. I join hands with all the women in the world in saying that health is our strength.